السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم وشرفتونا هنا على قناتنا المتواضعة. النهاردة موضوعنا لذيذ وحلو، إزاي تحسب الفاريشن عن طريق الكامبس روز وعن طريق الإكدس. الموضوع هيبقى شيق فعايزك تركز معايا فيه جدا، بس قبل اي حاجه اعمل لنا بقى سبسكرايب على القناه، اشترك بقى وانشر المحتوى على قد ما تقدر، ولايك والاعجاب والحاجات بتاعت اليوتيوب عشان نوصل لاكبر عدد ونساعد الناس ان شاء الله باذنك يا رب ان هم يحلوا على المراكب بعض الحاجات المعقده، وتبقى يعني صدقه جاريه لوالدي ولجميع المسلمين ان شاء الله باذنك يا رب. وما تنساش تشترك في قناه التليجرام، هتلاقي فيها معلومات كتير جدا حلوه وانا متواجد عليها طول الوقت، وقناه الواتساب. فيلا بينا نبتدي. وبالمناسبه برضو في مذكره حلوه هتنزل لضابط تالي وضابط تاني يكون فيها بعض المعلومات الحلوه بسعر مخفض جدا ان شاء الله باذنك يا رب. يلا بينا ندخل في الفاريشن. بص، قبل اي شيء انا عايزك تبص معايا هنا. الكمباس روز الاول هنحل بها الطريقه المتعارف بها عليها. الكمباس روز مقسمه لأربع أجزاء، الجزء الأول الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع. دايما لازم تبقى فاهم حاجة، النورث بتاعك الزيرو ده هو اتجاه الخريطة عندك لو انت على الشارت، ونفس القصة برضه هتلاقي اتجاه الفريشن اللي هو الرسمة ديت اللي احنا هنقولها دلوقتي اللي هو الشكل العلم ده، هو ده اتجاه النورث عندك في المركب. فهنا بيديك ان الخطأ رايح للحتة ديت، رايح عند فين؟ رايح عند 6.55. فده معنى كده ان انت لو ماشي 0.0 هيبقى كأنك ماشي 6، بس ده في سنة 2013. ده في فاريشن على الكامبس، على المجال المغناطيسي بتاعك او البوصلة المغناطيسية. تعالى نرجع بقى كده مع بعض ونركز في حاجات مهمة لابد ان احنا نذكرها النهاردة. مسألتنا بتقول ان سنة 2013 الفاريشن كان، عشان الناس تبص معانا هنا، 6.55 است 2013 ومديني 1 وست. احنا هنحل الكامبس روز الاول. فجأة انا باجي هنا على جنب كده كاتب البريزنت يير 2023 عشان الناس تشوف معايا، اهي كتمنا 2023 اللي هي السنة اللي انا واقف فيها، وليكن 2023 زي المثال اللي انا حلته ده. وطبعا 2024 عايز تحل عليها، 2025 2026 مش هتفرق معانا. فاحنا جينا 2023 وكتبنا تحت السنة اللي هي كان عندها قياس الفاريشن على الكامبس روز او الخريطه اللي انا واقف فيها او الموقع اللي انا قريب منه. طبعا انا بختار الموقع القريب اللي انا منه، فبيديني هنا قد ايه؟ 10 سنين. بيديني في المعلومات كمان ان هو في حاجه اسمها 1 وست، يعني بمعنى المساله كانت 6.55 ايست كانوا 2013 ومكتوب لي 1 وست اللي هو ايه؟ اللي هي المعلومات دي. المعلومات ده عشان بس تبان معانا اهي اللي هي هنا على الكامبس روز. فانا نقلتها زي ما هي. دي معناها ايه الوان ويست ده؟ ده معناها حاجه اسمها الانوال تشينج، ومعنى ان هو اداني الاشاره، وهو دايما بيديني في الكامبس روز اشاره عكس الاكدس، فهو وفر عليا. فانا باخد العشر سنين الفرق اللي هم عدوا على الحساب الاخير للفريشن واضربه في واحد اللي هو التغيير السنوي للانحراف بتاع المنطقه دي، فبيطلع لي 10 وست اللي هي اشاره الوست اللي كانت معايا. فبقول انه والله في 2013 انا كنت ماشي 6.55 ايست، فبضيف عليهم ال 10 وست زي هنا كده مثلا اهو. طيب ليه طرحت؟ لان انا عندي حاجه اسمها ان الاشاره بتاعتي كانت هنا ايست زي ما احنا شايفين، واشارتي هنا كانت وست اللي هو الانوار تشينج. لو مختلفتين بطرح فصها كده، فهقول 6.55 ناقص العشرة بتوعي، انا لسه ما حولتهاش عشان عارفك مستعجل بالراحة، هيطلع لي 6.45 الفاريشن بتاع السنة اللي فيها. عايز اطلعه رقم حقيقي عشان استخدمه بعد كده في مسألة الكامبس ايرور مثلا، هعمل ايه؟ هقول ان ال 45 درجة دول على 60 هيدوني 0.75، يعني اكني ايه؟ أكني ماشي 4.75. حلو يا باشا؟ حلو، خلاص خلصنا منها كده. دي واحدة، أو نقربها زي تقريبا عشان بقت 75 فأقول 4.8 وأدي إشارة إيه؟ الكبير اللي هو كان الإيست، فيبقى الإيست. دي في طريقة الكامبس روز.
طريقة الإجدس، خليك معايا. الإجدس مش حاجة صعبة، بيبقى بنفس الطريقة اللي قدامك دي. واحدة واحدة. بص يا سيدي، أنا فتحت الإجدس ولا أيا كان جي آر سي أيا كان إيه هو، بصيت لقيت المعلومة، بعمل إيه الأول؟ بص معايا بعض المعلومات المهمة الأول ليك. أنا الفاريشن هيظهر لي على الإجدس العلامة دي، اللي هي العلم أيا كان بقى، حمرة أيا كانت إيه هي دي، بتبقى صايب. بعمل حاجة اسمها بيك أب ريبورت، حسب الإجدس اللي عندك بجيب التقرير بتاعه، هيظهر لك المعلومات اللي قدامك هنا دي. معناها إيه؟ الريفرنس يير فور ماجنتيك ريفريشن، القيمة اللي اتاخدت في الماجنتيك ريفريشن في المنطقة ديت اللي انت قريب منها حسب خط السير بتاعك زي ما هو باين لك هنا، كانت في 2020، وكان الانوال تشينج من 2020 بيتغير 10 درجات، والماجنتيك فاريشن نفسه كان ماينس 12. ما ادانيش اشارات، بمعنى يعني سابني كده في الاكتش، ما بيديش اشارات، بيدي يا اما طرح يا اما ماينس يا اما بلس. فانا افهم ايه من بيك اب ريبورت؟ لو اداني ماينس اكنه بيقول لي ويست، لو اداني بلس اكنه بيقول لي ايست. فهو هنا قايل لي 10 درجات في الانوال تشينج، يبقى ال 10 درجات دول ايه؟ دول ايست، والماينس دول 12 ويست. خلاص يا عم، خلاص يا سيدي، بعمل نفس الطريقه، بجيب 2023، انت شايف معايا اهي 2023، بطرحها من 2020 اللي هو مديها لي في المساله اللي احنا لسه متكلمين عنها، يطلعوا 3 سنين، اضربها في ايه؟ في العشرة اللي بيتغيروا، يطلع لي 30. هل ممكن اشتغل زي هنا؟ بس هتلخبطني وهضطر احسبها، ما احسبها من دلوقتي على طول. ال 30 درجة دول ايه؟ اقسمهم على 60 عشان يطلعوا لي ايه؟ المينتس بتاعتهم، لان انا عندي دول الدرجة بتعمل 60. تمام؟ فانا هقول ان ال 2020 كنت انا اصلا مديني القيمه ماينس 12، اللي هي هخليها بقى درجات عشان توفر عليا 12 ويست. فال 12 ويست دول هضيف اللي هو القيمه اللي طلعت لي بعد ما قسمت ال 30 0.5 ايست، هيطلع لي 11 بوينت، واخد اشاره الكبير ويست. هل الموضوع فيه اي تعقيد لحد دلوقتي؟ لا خالص، الموضوع سهل وبسيط ومفيش اي مشكله فيه. فانت عندك لو انت بتشتغل خريطه هتجيبها بسهوله، لو انت شغال على الكامبس روز زي ما احنا حلينا هتجيبها بسهوله. خلاص، يبقى انت حليت الفاريشن بتاعتك. طيب انا بقى حليت المثال ده ليه؟ عشان المثال ده قدامي وانا مش معايا اله حاسبه، فمش عايز يعني ايه الخبط فيه، فقلت لك انت وانت هنا وكده، يبقى عملنا اللي مطلوب مننا وشكرا والحمد لله، وكده الفاريشن اتحل والمساله بقت في ايديك وسهله وتحلها. ما تنساش بقى تعمل لنا ايه؟ اللايك الحل، تشترك في القناه وتشير المحتوى، ودينا حللناك بالكمبس روز وحبلنا بالإدس. حاول تتمرن عليها النهارده وتشوفها، اول ما تشوف المحتوى شوف المحتويات التانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في محتويات تانيه كتير باذن الله. وحده نورتوني وشرفتوني.